على خاطر بطبيعه صحتكم تهمنا، وديما نعاود ونقول انه شهر الفيل هذايا يلزم يكون مناسبه لبرشا حاجات خايبه باش نحبوا نحيوها، خاصه كيما التدخين والناس مدمنه على الدخان. وقيت نتصور انه باش تنحي الدخان خاصه انك تعدي نهار كامل ما تتكيفش تنجم تكمل بها اكيد دليله كامله. نعرفش اسكت نجم ولا لازم شويه عزيمه، هذيك علاش حاضره معايا الدكتوره عواطف الدريدي اخصائيه في امراض الحساسيه والصدريه. مرحبا دكتوره. مرحبا بيك ومرحبا بالساده المشاهدين. وسي فغي شهر رمضان هو احسن فرصه باش المدخن يبطل الدخان. فرصه ذهبيه انا نقول. فرصه ذهبيه آه. ويلزم شويه عزيمه واصرار. العزيمه هي كل شيء في التبطيل نتاع الدخان. ديجا فما برشا عباد نسبه كبيره من الناس يبطلوا بالعزيمه اكاهو، ما يستحقوش دواء، ما يستحقوش حتى يمشيوا للطبيب، ولكن نسبه ماهمش الكل، قولوا 30% و70% يلزمهم المرافقه الطبيه، يلزمهم معناها باش يستشيروا الطبيب. اما فما عباد يبطلوا معناها بالاراده. دونك نبداو الاراده هي اهم حاجه. الاراده هي اهم حاجه وحاضره معايا اليوم باش نعطيهم اهم النصائح كيف للمدخن انه باش ينجم معناها يغادر هذا اللي خلينا نقول انا هو راهو مرض حابين ولا كرهنا معناها هو ادمان ادمان ولا. ومرض وتاغ معناها مخلفاته معناها خايبه على الاخر. ايفيكتيفمون سمية هو السيجارو بال 4000 سبستانس كيميك اللي فيه، فيها كنيكوتين. نيكوتين اللي تخلي الانسان ديما يرجع للسيجارو، هذاك علاش قلنا هو ادمان. نيكوتين دونك فيها الحاجاتك لو بليزيغ، فيها راسو ما عادش يوجع، فيها الحاجات الباهيه كل نتاع السيجارو، ولكن السيجارو فيه السبستانس كيميك الكل، البودران والحاجات الخايبه كل. اليوم ما جيناش باش نحكيو على هذايا، جينا باش نحكيو ونعطيو نصائح للصايمين كيفاش باش نعاونهم باش يبطلوا الدخان. اول حاجه قلنا عليها هي العزيمه، لازم يكون هو ساعه يحب يبطل، خاطر كان ما يحبش يبطل راهو ما نجمو نعملوا حتى شيء. معناها يبدا وقتها في المرحله بعيد على التبطيل، مازال ماهوش مخمم في التبطيله، مازال السيجارو بوغ لوي هو احسن حاجه في حياته، ولكن باش يدخل بعد في مرحله اخرى هي امبيفالونس، يحب زاد يبطل، هذيك مرحله باهيه لازم العبد باش يستغلها. يبدا يقول السيجارو قاعد يضر فيا، ماذا بيا نبطل، ولكن هو قاعد يجبد فيا زاد على النيكوتين، ما نحبش راسي يوجعني، ما نحبش نعمل العرك، ما نحبش حب ولا. دونك في المرحله هذيك هو ينجم باش يتعدى المرحله الاخرى نتاع البريباراسيون، تو نبطل غدوه، تو نبطل الشهر الجاي، مرحله باهيه. وبعد ينجم يتعدى للمرحله الاخرى اللي هي اكسيون، سي قررت باش نبطل. وبعد باش تجينا مرحله اخرى اللي هي الكونسوليداسيون، انا اون فوا بطلت يلزمني نشدك التبطيله هذيك دوغون توت ما في، حياتي كامله. اما دكتوره ساعات واحد دقيقه واحده سميه، خاطر هذوما المراحل المهمين. وبعد فما مرحله الرشوت، برشا يبطلوا ويرجعوا، ولكن نحب نقول راهي ماهيش حشمه، ماهوش اونتيز، خاطر قد ما تبطل قد ما عندك شانس انك تنجح. فوالا دونك توا باش نعطيوهم النصائح الثمينه كيفاش باش يبطلوا. اول حاجه العزيمه، لازم الاراده اللي تخرج من القلب باش تخليه تبطل. معناها يقول بار اكزومبل انا باش نبطل خاطر عندي بنتي الصغيره نحب نكبرها، عندي ولادي نحب نحافظ على صحتي. والا فما عبدي واللي يحب يبطل على خاطر عنده حاجه حاسيله خارجه من الاعماق نتاعو باش تخليه يبطل. هذا نقولوا احنا اون موتيفاسيون كي تيان اكور، اللي هي اهم حاجه. حبه لاولاده، حبه ان يعيش في صحه جيده، كل واحد عنده حاجه يحطها هدف قدامه ويخليها الثنيه اللي باش يمشي فيها، وديما لازم يقعد يخمم فيها. خاصة شو دكتورة أنت كي تقول هدف أنه واحد يرسم معناه يقول لك صغيراتي دو أن ولا دو دو معناها صحته. وإلا المرأة زاد الأنسان تبطل دايور، مكثر النساء كي يبداو أنسان يبطلوا. علاش؟ خاطر يحبوا أكل البيبي اللي في كرشهم. مكثر النساء الحبالة يبطلوا، هذه حاجة باهية. مشكون بعد أكل الحب دونك الحب. عندك حاجة تحبها، عندك هدف رسمته سوى ولادك سوى صحتك أنت، كل واحد عنده حاجة بيان سور في مخه. اون فوا معناها عنده هاك الهدف هذاك لازم باش يمشي فيه. كيفاش باش يمشي فيه؟ لازم يخبر العباد الكل اللي هو قرر التبطيل. يقول للفامي نتاعو راني قررت النهار الفلاني باش نبطل. يقول لاصحابه، باش اصحابه زاد والفامي باش يعاونوه، باش يقفوا معاه وديما يذكروه. يلزموا كل يوم يقول اللي انا قررت باش نبطل وباش نبطل ان شاء الله. اون فوا قرر التبطيله نتاعو باش تجي النهار، جي النهار اللي باش يبطل فيه. النهار هذا مهم. المدخن هو اللي باش يختاره، لا هو باش تختاره له مرته،
لا أخته لا حتى حد وحده، لازم هو القرار خاطر يلزم يكون نابع من القلب وقرار يخرج منه هو. وهنا نشير نقطة هامة باللي كالونتوراج يلزم يعاونوا، ما يلزموش يشدوا بطل بطل بطل، خاطر بالعكس راهو هذاك يزيد عليه، خاصة بوغ لي زادوليسون. خليه هو يخرج القرار وحده من نفسه، وخليه هو يختار النهار اللي يحب عليه. مثال يقول انا اول نهار في رمضان باش نصبح نبطل، مثال انا ليله النص باش نبطل، مثال انا بعد العيد، علاش ليه؟ ديما فما امل. دونك النهار اللي باش يختاره هو نهار مهم، ولازم هو اللي باش يقرر. اون فوا قرر باش يبطل، لازم باش يبعد الحاجات اللي قاعده تذكره بالسواقر الكل. معناها ما يلزموش يخلي سواقر تحته. انا قررت اليوم باش نبطل، ليلتها لازمني نحي السواقر من بيتي، من جيبي، من كرهبتي، من الدنيا الكل، من بحذا فرشي. اما دكتوره ساعات يبدا مثال واحد يبدا حتى في قاعده مع اصحابه الكل، هو سيبون بطل مثال عاده جميعا، بعد يلقى اصحابه قاعدين يتكيفوا يقول لك هات نعمل سيجار وكرجعه هذيك، كرجعه خايبه هذيك. هاو باش نرجعوا لها هذيك، هي حاجه هامه برشا، خاطر ما يلزمناش نشدوه السيجارو حتى بعد 100 سنه تبطيل، ان شاء الله نعيشوا 100 سنه. ان شاء الله يا رب. فوالا دونك نرجعوا للمرحله اللي ان شاء الله قد الصحه قد العمر. ان شاء الله اللي قلت لك معناها لازم يبعد الحاجات اللي ذكروا، خاصة انك سوندري كلمة فات هذيك، فما عباد عندهم لي سوندري سبيسيال، فما كل برشا حاجات. دونك أي حاجة تذكرك بالسيجار ولازمك باش تبعدها. وبرشا بيان سور ناس مكثر الناس السيجارو باش يربطوه بالقهوة هكا ولا لا؟ وإلا التاي، كل واحد عنده حاجة يبدأ يعمل السيجارو وعنده وك القهوة قدامه. هنا مرحلة مهمة يلزمني نفرق بين القهوة وبين السيجارو. كيفاش باش نفرقهم تقولي؟ يلزم مثال نهار الاولاني نعمل السيجار ونكمله، وبعد ناخذ القهوه، بعد نزيد 10 دقائق، بعد 15 دقيقة، حتى لين يولي السيجار والقهوة بعاد على بعضهم برشا. المرحلة هذه هي مرحلة تسبق أن فوا عبدك اللي باش يقرر وكله باش يعمل الدوي. إيش معناها الدوي؟ باش يودع السواقر، يعمل جمعة يقول أنا باش نودع. كيفاش باش نودع؟ يعمل يحكي يعمل يحكي المرحلة هذه. يحكي برك؟ ليه عبارة على عبد يودع في عبد يحبه. دونك الفترة هذه تنجم تدوم جمعة كيما أكثر. نبدا نفرق بين الحاجات اللي مربوطة بالسيجارو. ونبدا نزيد في الوقت بشويه بشويه، باش نهار اللي نقرر لوجور جي اللي انا حكيت لك عليه، وقتها ما عادش فما السيجارو بالكل، خاطر نهار اللي قررت راني باش نبطل النهار هذاك اكسيون. ولكن انا نكون عملت الوداع، وبيان سور الليله هذيك كما قلنا نبعدوا السواقر من بحذانا، نبعدوا السوندريي، وما قلنا يلزم ديما يقعد يعاود انا بطلت وانا باش نبطل ومانيش باش نرجع، مانيش باش نرجع باش نتكيف. ويقول لاصحابه باش يعاونوه. وهنا نقولوا انه الفتره اللي باش يبطل فيها ما يلزموش يمشي للقهوه، ما يلزموش يمشي مع العباد المدخنين، خاطر اون فوا شم السيجارو راهو باش يرجع يتكيف. على ذكر الريحه نتاع السواقر، ننصح العباد كي يجيو باش يبطلوا زادا يصلوا لحوايج كل خاطر تشد فيها كالريحه نتاع السيجارو، اون فوا شم الريحه نتاع السيجارو يرجع يحب يجبد السيجارو. ليله اللي باش يبطل لازم يغسل شعره بالكدا خاطر تقعد زادا الريحه نتاع الشعر، اون فوا هو شم ريحه السيجارو يحب يرجع له. دونك هذه زادا حاجه باهيه. وكما قلنا يبعد على القهاوي خاصة. كيفاش تقول لي سمية هذيك الشهوة ديجا هوني معناها باش تكون كاسحة شوية دكتورة ونختموا بها، دونك قرار كاسحة شوية انه باش تقول له معناها ابعد على القهوة باش تمسح جسمه. هي الحكاية كلها سندروم دو مونك، ماهو باش يبطل النيكوتين ما عادش ياخذ فيه، دونك راسه باش يوجعوا، باش يتغشش صحيح خاصة توا صيامه وكل، باش يبدا يقول لك انا كي باش نبطل راني باش نعمل 20,000 عركة، باش يبعد على الحاجات هذيك بيان سور. هو لازم يعمل حاجة أخرى اللي باش تفيده، يقول ماني انا قررت باش نبطل. والفاز هذه راهو اون فوا الباسيون باش يستحملها، حكيت بين اسبوع لست اسابيع، ما تدومش برشا، حتى 3 اسابيع اكاهو. بيان سور هو باش يتعب، ولكن باش يوصل الحاجه باهيه او كونه باش يحافظ على صحته. دونك الحاجه اللي باش يعملها لازمو يعمل السبور، لازمو يتنفس بالكدا، لازم يشرب برشا ماء. شاك فوا تجي هكا الرغبه باش يتكيف
يجبد الماء ويشرب، لازم يرقد برشا، فوالا، اون فوا عمل الحاجات هذوما وخاصة علاش يعمل سبور؟ خاطر كي باش يبطل ينجم باش يزيد فك الوزن، دونك يعمل سبور منه باش يملي ياك الوقت الفراغ اللي كان يتكيف فيه، بيان سور، ومنه باش اك لابريز دو بوا هذيك ما تصيرش، وبيان سور لازم ياكل الأكل الصحي، وبيان سور النصيحة ما يلزموش يرجع يتكيف حتى بعد 20 سنة تبطيل، خاطر اون فوا شد السيجارو راهو الريتم باش يرجع. وان شاء الله النصائح هذوما تفيدهم، وبيان سور زاد اللي ما ينجمش يبطل وحده يمشي للطبيب باش يعاونه، فما اطباء اخصائيين للاقلاع عن التدخين. صحيح نصائح تخيز بختون، تصور انا كان معناها نمشيو بهم نوصلوا انه ان شاء الله نحيو التدخين، خاصه انك قلت مراحل مهمه برشا، العزيمه، الاراده، الحب، السبور، الماكله الصحيه، النظام الغذائي المعين، هذوما الكل بطبيعه. وكيف كيف زاد قضيك ما تمشيوش القهوه، دونك هذه فيش فيها وعليها، اما ديما نبعدوا على البلايص اللي فيها ريحه الدخان باش ما نرجعوش، خاطر اون فوا شم ريحه السيجار اون فوا رجعنا معناها سيء. شكرا لك دكتور عواد فدريدي دريدي، يعطيك الصحه، ميرسي على الرفيسه، هكا رفيسه برافو، ميرسي جابت لي رفيسه، دونك من صنع يديتها نذوقها بطبيعه شقه الفطر ومن بعد تعطيني الروسيت. صحه دار عليها حاجه امينه، يعطيك الف صحه عزيزتي. احنا مازلنا مواصلين معاكم في نهارك زينة، مرحبا.